السلام عليكم. اليوم نروح لولايه تاع تيزي وزو لنقف على الاشغال تاع طريق السيار الرابط بين مدينه تيزي وزو هو بطريق السيار شرق غرب في ولايه البوره على مستوى بلديه الجباحيه. هذا الطريق اللي عرف عده تاخرات بسبب اسباب متعدده لا يسعنا لذكرها في هذا الفيديو. واليوم نتكلم على يعني إعادة الأشغال إلى وتيرة تبدو جيدة. إذا نخليكم تتابعوا الفيديو حول وضعية الأشغال نتاع طريق السيار الرابط بين مدينة تيزي وزو وطريق السيار شرق غرب. إذا والسلام عليكم. النافذ الاجتنابي الذي يربط ولاية تيزي وزو بطريق السيار الشرق غرب مشروع حيوي هام في طور الإنجاز، سيسهل حركة تنقل المواطنين والنقل البضائع والسلع. 48 كيلومتر مسافة تساهم في تفعيل الديناميكية الاقتصادية بالمنطقة. النافذ المزدوج الذي يربط ولاية تيزي وزو والبويرة مشروع يعكس الأهمية التي توليها الدولة لتنويع البنى التحتية تلبية واستجابة لتطلعات المواطنين. تعرف تاع نسوي ذيني لان ذيني لان وكيما تشين قال نكوني كان ماشي اللي مزاغي كان يقرب اين قطر الجزائر كو ترجع الى سوك ذيني نفع نك الشعب ذين ديش نقصن تاع الحكومه كان حارس فتح لوطيري تاكي تجزر خاطر انا رحت فريده قلت ولا الدايره الحاله ذاك دراع الميزان تاع لاكاسي نتا ماشي الحاله دونك فريده زايد ياق سي با فاسيل يعني فريده قلت. المشروع الذي عرف تأخرا كبيرا تستأنف به الأشغال بعد رفع جل العراقيل سيما ما تعلق بمشكل تعويض ملاك الأراضي. تم إحصاء كل العراقيل والشبكات المتواجدة في رواق المشروع بحيث سجلنا 723 مقرر بالإضافة إلى 890 مقرر تعرف على اليد سيدي مالوفي بمبلغ إجمالي 4.8 مليار دينار اللي تم تعويض المواطنين اللي فات عليهم المشروع. بالنسبة للباقي بقي بعض المقررات العملية جارية وعلى وشك الانتهاء. المؤسسة الوطنية الفنية المنشآت الفنية الكبرى تكفلت بثمان جسور عملاقة، تم تسليم الأول فيادوك في أن والأخرى هي في طور الإنجاز، وكاين جسر في 8 نبداو فيه إن شاء الله هذه الأيام. صعوبة التضاريس شكل تحديا كبيرا للشركات المنجزة، فتوجت ب 37 منشأة فنية كبرى، 7 محولات ونفقين، بنسبة أشغال قاربت 55% بالنسبة لأشغال الطرقات، 59% بالنسبة للمنشآت الفنية الكبرى، و 65% بالنسبة للأنفاق. عندنا مقطع 19 كيلومتر يعني اللي نسبة الأشغال فيها راهي جد متقدمة. 7 كيلومتر بولاية تيزي وزو و 12 كيلومتر بولاية البويرة. هذا المقطع يشهد تقدم كبير، فيه 6 جسور عملاقة بينها 4 جسور قد انتهت بها الأشغال، جسرين اللي الأشغال فيهم راهي فاتت نسبة 70%. لو تيغا إلي تخي زيتيروجين، نلقاو مكان فيه نديرو دي بيو دو 20 متر جوست أكوتي، أ 6 متر نقدرو نحبسو البيو تاعنا، دونك كاين بزاف عراقيل وكانت لا ريجون تخي أكسيدونتي، الطوبوغرافيا تاعها شوية صعبة، مما خلانا نبدلو أنواع الجسور، كاين وين درنا بوان بوتر كاين وين درنا افوسوار. وجب علينا الحفر بأمطار عميقة بحثا عن التربة الغير قابلة للانزلاق. هذه المنطقة التي خصصنا لها دراسة خاصة لا سيما ما تعلق بالمشروع. الأرضية تتطلب أشغالا لها علاقة بأعمدة الخرسانة لأن التربة غير مستقرة، لذلك وجب علينا البحث عن تربة صلبة. مشروع محوري وهام من شأنه إنعاش الحركية الاقتصادية بكل من ولايتي تيزي وزو والبويرة، ناهيك عن فك العزلة عن المنطقة وتسهيل عملية تنقل الأشخاص ونقل السلع والبضائع.